في مهارة ثالثة إن أنا أفهم اللغة اللي بيستوعبها الطرف الآخر. في لغات الحب، في لغة بالخدمة، لغة بالكلام، لغة بالوقت، الحاجات اللي احنا سمعنا عنها دي. فأنا مهتم، مهم إن أنا أفهم أقدم اللغة. الحاجة باللغة بتاعت الآخر مش اللغة. يعني أنا بفكر ساعات لو أنا عايز أصيد سمكة، مش هروح أحط شوكولاتة في الصنارة، أنا هحط لها عجينة بملح ولا دودة، لأن طعم. هي محتاجة ده. فأنا فاكر حد حكى لي حاجة من سنين طويلة عن إنه عمل عيد جواز، وكان ليه 10 سنين متجوز، عمل عيد جواز لمراته، وكان الحقيقة حالة نادرة، وأنا مش فاكره من فات 20 سنة عن الكلام ده. قال لي في أول سنة أنا قررت أفاجئ مراتي، وهو كان رومانسي جدا على عكس مراته كانت عملية جدا. فجاب تورته وجاب برد وجاب شمع وطفى النور، بقى هيعمل سيربرايز لمراته. فمراته مختلفه خالص عنه، فهو مراته فتحت الباب، طفي النور ليه؟ فتشد، وبعدين لقت الشمع، شمع بس فيها راجل لما النور يقطع بس نستخدمه، وبعدين نور النور وطفى الشمع. ايه لازمته الورد ده؟ كان لازمته ايه؟ ده هيدبل بكره، هات حاجه ليها لازمه. فالراجل ده ما خدش باله انه قدم محبة لمراته بلغته هو، باللغة اللي هو بيحبها، مش باللغة اللي مراته. طبعا ده كان آخر عيد جواز اليوم، ولأنه مش فاهم. طبعا مراته كان المفروض تقدر انه يعني هو حاول، لكن هي لكن ما شو خدتش. الخطأ في الموضوع انه هو عمل الحاجة الصح؟ يعني عمل حاجة صح من وجهة نظره. مراته عايزة تجيب يعني هو يجيب لها حاجة معينة، هو مش فارق معاها الورد. مش كل الناس زي بعض، عشان كده انا قلت حاله خاصه نادره، ان الستات يعني هي مش حابه الورد، يعني كل ستات بتحب الورد، بس هو فهو فكر بالطريقه اللي هو باللغه بتاعته، او اللي فاكر ان كل الناس هتعمل كده. لا، هي ما كانتش كده، بلكي كان لازم يجيب لها ايفون او يا بفهمها، ده اللي كان هيفرح. لا، مش فكره تمن، انا لا انا لا عملي طبعاً. عايز يقول هي عمليه، عايزه حاجه عملية. احنا بنتكلم على المرسل طبعا، الشخص المرسل.